فت فرصة سعيدة هيئها لي الأخ راس حقيقة وهو وزميلته الآنسة آنا أن أزور هذه المدينة اللي هي أقدم مدينة، ثاني أقدم مدينة في فنلندا، تبعد عن هيلينسكي شرقا 45 كيلومتر. فهسه احنا مبتعدين عن هيلينسكي 45 كيلومتر في هذه المدينة القديمة، كلها مبنية من الخشب، البناء مالهم كله منذ 1345 إلى هذا، كل البناء هذا اللي نشوفه قدامنا العنوان كله من الخشب، يعني بيوت خشبية بدون اسمنت، بدون طابوق، بدون رمل، بدون حصو، كل خشب وأصبار. فهاي المدينة اللي نشوفها بنيت هالسنة، طبعا اللي نشوفه مو هو موجود من 1645، يعني جدد وحدد وإعادة صوغة وإعادة السقوف. إذا نشوف هذا النهر الجميل موجود هذا في هذا الجسر اللي يربط الضفة الثانية عن المدينة، هنا بارك موجود جميل، بارك عامر بالأخشاب، يعني الدولة الفنلندية دولة الأخشاب هي ودولة السويد والنرويج، أخشابهم كثيرة جدا وغاباتهم كثيرة جدا. هذا الجسر يذكرني بجسر في باريس، أنا أسميه جسر التنهدات المحبين، يجون المحبين ينذرون يربطون قفل يقفلون حبهم حتى ما يتزحزح ويا هاي الأقفال الموجودة الحشرات. طبعا في باريس بقد هاي الأقفال بالألاف، بس هنا أنا أقل، ظاهر المحبين هنا أنا أقل، ما يفصحون عن 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 نفسيتهم، يقفلون يشمرون المفتاح بالجو حتى يبقى حبهم مفتوح. فحتى اكو بنات يفتحون الفكيته مالتها هاي تشد الشعر مالها تشده بالقفل. اجمل الاقفال الموجوده هذا على شكل حب مصنوع سنه 2015. هاي المدينه هسه لو راح نروح نشوفها فيها بعض المطاعم وبيها بعض الكافتريات وبيها مناطق العبادة، كنيسة صايرة لي ورا، وبس احنا في وقت من أجمل أوقات من الأيام المعدودة في فنلندا هذا اليوم، كأنما احنا يوم ربيعي في بغداد. تلاحظون شلون تشوفون درجة الحرارة كلش اعتيادية، واحنا هسه فوق الجسر وراح ناخذ الكاميرا ونروح نشوف المدينة القديمة من الداخل. يلا عيني حبيبي.